أهلا بكم مشاهدينا في نشرة التاسعة من قناة ليبيا الأحرار. والبداية بأبرز العناوين. مطار معيتيغا يستأنف عمله بعد 5 أيام من توقفه جراء الاشتباكات. شركة لوبريغا تؤكد توفر الوقود وتعزو الازدحام على المحطات إلى توقف شركات النقل. شيوخ وأعيان يتفقون على إنشاء شبكة لدعم المصالحة الوطنية بإشراف بعثة الأمم المتحدة. وفي أخبارنا الاقتصادية تتابعون مشاهدينا. سعر صرف الدولار ينخفض إلى ما دون حاجز 7 دنانير في السوق الموازية. أما في أخبار الرياضة مشاهدينا الكرام ستتابعون اليوم. المدرب السابق لفريق النصر التونسي طارق ثابت يكشف لليبيا الأحرار عن أسباب تركه تدريب الفريق الفترة الماضية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. شهد مطار معيتيغا السبت عودة حركة الملاحة الجوية واستئناف شركات الطيران الليبية رحلاتها بعد توقف دام 5 أيام إثر اشتباكات وقعت بمحيط المطار الاثنين الماضي. وقال المدير العام لمطار معيتيغا الدولي لطفي الطبيب في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار، قال إن المطار سير عدة رحلات في موعدها المحدد السبت، مضيفا أن الإدارة تسعى إلى زيادة عدد الرحلات لعودة العالقين من المسافرين في مطارات الدول الأخرى. رغم التعب الظاهر على المسافرين القادمين في مطار معيتيغا الدولي بطرابلس، إلا أن مصافحة تصاحبها ابتسامة فرح كانت باستقبالهم بعد استئناف رحلات الطيران في المطار التي علقت مدة 5 أيام إثر اشتباكات وقعت بمحيط معيتيغا الاثنين الماضي. بدأ الركاب يتوافدون على المطار من حوالي الساعة 7، وكانت عندنا أول رحلة لشركة البراق اللي قاصدة طبرق وأقلعت والحمد لله. عندنا رحلة قادمة من جدة وصلت منذ دقائق، وعندنا مجموعة من الرحلات طبعا اللي هي لشركة الخطوط الليبية اللي هي عندها سفاقس وعندها حقل الوفاء. حالة من القلق تعتلي القائمين على المطار بسبب اكتظاظ رحلات العودة بالعالقين في مطارات الدول الأخرى، حيث إن شركات الطيران الليبية قد استأنفت رحلاتها المسجلة، إلا أنها تطمح في زيادتها حتى تتمكن من تعويض الرحلات التي ألغيت الأيام الماضية. موظفين بجميع الجهات متوافدين ومتواجدين بالمطار ومستعدين لتقديم الخدمات كالمعتاد. هناك العديد من الإجراءات بخصوص إمكانية زيادة عدد الرحلات للعودة بالعالقين. استئناف العمل في مطار معيتيغا وصيانة الطائرات المصابة في وقت قصير خطوة يقول البعض إنها أسعفت الوضع جيداً، على أمل أن تعيد الإطمئنان لهذا المرفق الحيوي الذي شهد ترويعاً لسكان المنطقة المحيطة به وتعريض حياة المسافرين للخطر. هذا وأعلن المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية محمد جنيوة تسير أولى رحلات الشركة صباح السبت من مطار معيتيغا باتجاه تونس. هذا وأفاد جنيوة لقناة ليبيا الأحرار بوجود رحلتين أخريين، واحدة ستتجه إلى عمان وأخرى إلى تركيا، مؤكدا جاهزية طاقم الخطوط الجوية الليبية للعمل. كما أشار جنيوة إلى إصابة طائرة تابعة للشركة جراء الاشتباكات الأخيرة، قائلا إن الفرق المختصة تعمل على صيانتها وإعادتها إلى العمل قريبا. ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس رئيس قسم الحركة وقبول الركاب بمطار معيتيغا أحمد الأطرش. أهلا بك أستاذ أحمد. بداية، أنت كنت موجود اليوم في المطار، كيف سارت وكيف تسير هذه الرحلات في مطار معيتيغا الرحلات الأولى؟ أولا السلام عليكم. بالنسبة لتسير الرحلات اليوم كانت الحمد لله بفضل الله بكل أريحية. تسير الرحلات المجددة للشركات الخصوصية والشركات العاملة
في كل رياحيه وقدمنا خدمات المضبوطه لاجل تسهيل خدمات الرقابه. نعم، يعني الآن عدد المسافرين المنتظرين في المطار كبير جدا، هل هناك خطة متبعة من قبلكم لتسيير هؤلاء المسافرين المنتظرين لرحلاتهم في المطار؟ بخصوص الركاب اللي موجودين بالنسبة لمطار مهديقة، ما اعتقدش تكون في زحمة وتكونش فيها، تم تسيير جميع الرحلات المجدولة في شركة الصفوف الجوية الليبية. طبعا احنا شركة ليبية للمناولة والخدمات الأرضية، شركة تقدم خدمات لجميع الشركات في مطار مهديقة. يعني نفهم من حديثك أن جميع الرحلات أو جميع المسافرين المنتظرين من الخطوط الجوية الليبية تم أو استطاعوا السفر اليوم؟ الحمد لله، بفضل الله تمت كل الرحلات في كل رياحية. في بعض الرحلات الوقت الحاضر تمت زيارة قبور أصحابهم، وحتكون المغادرة بعد وقت بسيط إن شاء الله بنحو إسطنبول. اما بالنسبه للرحلات الصباحيه تم في مواعيدها، وكل الركاب سافر بكل رياحيه واطمئنان ان شاء الله. نعم، بالنسبه ربما للطائرات المصابه، تم الحديث عن ان هناك بعض الطائرات المصابه التي يتم تصليحها الان، ماذا عنها؟ اما بخصوص الطائرات المصابه، طبعا تم ترحيلها لمطار طرابلس لاتمام بعض الصيانات عليها. هذه ممكن تسالوا مجموعه الخطوط الجويه الليبيه، لان احنا شركه الليبيه المناورة والخدمات الأرضية عند الشركات الإغريقية القابلة للطيران، لكن بخصوص الطيران حتكون مش الخدمة القريب العاجل إن شاء الله، لأن هناك شغلات غيور على الطيارات ولا حتكون الأمور. الأستاذ أحمد الأطرش رئيس قسم الحركة وقبول الركاب بمطار معيتيقا، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، شكرا جزيلا لك. هذا وكان عدد من أهالي تاجورا قد طالبوا المجلس الرئاسي الجمعة بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحقن الدماء ونزع فتيل الأزمة. وشدد الأهالي على ضرورة ضمان سلامة أبنائهم الموقوفين وإطلاق سراحهم فورا وتسليم الجرحى لذويهم والعمل على نزع سبب التوتر بشكل كلي. إننا ننكد، نحن أهالي تاجورا، حرصنا الكامل على بناء دولة المؤسسات والقانون والحريات وأمن المواطن في كل مكان داخل ليبيا عامة وعاصمتنا خاصة عليه، فإننا لا نتحمل المسؤولية التي قد تحدث في حال عدم تلبية هذه المطالب بشكل فوري. أعلنت شركة لبريغا لتسويق النفط توفر الوقود بمستودعاتها، مرجعة سبب الازدحام على محطات الوقود إلى إضراب الشركات العاملة وتوقفها عن العمل. مجددا تزدحم السيارات على محطات الوقود في العاصمة طرابلس، لكن سبب الأزمة هذه المرة أرجعته شركة لبريغا لتسويق النفط والغاز إلى إضراب شركات نقل وتوزيع الوقود ما عدا شركة خدمات الطرق السريعة، إضافة إلى مطالبة سائقي شاحنات الوقود بتأمين الطرق التي تمر فيها شاحناتهم ورفع تسعيرة النقل لارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة. شركة لبريغا المسؤولة عن توفير إمدادات الوقود أكدت توفره بمستودعاتها، موضحة أنها تدخلت لفض الإضراب عبر تنسيقها اجتماعات عدة بين وزارة الاقتصاد والشركات الناقلة وشركة التوزيع. أدت هذه الاجتماعات إلى إصدار قرار يقضي باستئناف العمل ونقل الوقود للمحطات، مناشدة وزارتي الدفاع والداخلية تأمين شاحنات الوقود من مستودع مصراته حتى مستودع سبها النفطي للتمكن من توفير المحروقات لمناطق الجنوب. التنسيق بين شركات التوزيع والنقل من جهة ووزارة الاقتصاد والمجلس الرئاسي من جهة أخرى هي حلقة الوصل التي فقدت ووقفت عائقا أمام إيجاد حل سريع لضمان استمرار إمدادات الوقود بصورة طبيعية في أزمة لم تكن الأولى من نوعها، ويأمل المواطن الليبي أن تكون الأخيرة. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة طرابلس مدير المكتب الإعلامي لشركة لبريغا لتسويق النفط أحمد المسلاتي. سيد المسلاتي، يعني هل أوضحت لنا ما سبب الازدحام الحاصل في العاصمة طرابلس على محطة الوقود؟ أولا السلام عليكم، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين.
حضرتك طبعا زي ما ذكرت في التقرير اللي تو استمعت اليه، طبعا من المشكله اللي حاصله هي بسبب طب سائقين جمعيات النقل واللي هم تبعيتهم طبعا للاقتصاد. نعم. عندهم مطالب بزياده التسعير، وطبعا احنا كشركه بريغا دخلنا ان احنا نجتمع معاهم اكثر من مره، سواء كان مع الوزاره او مع الشركات التوزيع لحل طبعا واستئناف العمل. إلى ماذا خلص الاجتماع سيد المسلاتي؟ خلص الاجتماع بزيادة نسبة التعريفة إلى تقريبا 30%. نعم. يعني شركات التوزيع اللي هي تفضل أكمل. شركات التوزيع طبعا اللي هي المفروض ما هي بتقوم بعد ما وزارة الاقتصاد يعني زادت تسعيرها، هي اللي بتقوم بدفع يعني القيمة هذه للزيادة للسائقين النقل، تربط اللي هي شركة نفط ليبيا والشرارة والراحلة، واستمرار شركة طرق سريعة بالإمداد، يعني ما وقفتش بالنسبة للطرق السريعة، لكن باقي الشركات الثلاثة الثانيين وقفوا، وهذا طبعا لسبب الازدحام اليوم واليوم اللي فات. طيب يعني ذلك أنه لن تشهد العاصمة طرابلس ازدحامات أخرى خلال الأيام المقبلة؟ حضرتك لعندما يكون في آلية لإيجاد حل مع السائقين هذوما، غير هيك طبعا حتكون ما زالت الأزمة موجودة. طبعا طرابلس كمدينة طرابلس، نعم، شركات التوزيع اللي هي الراحلة الشرارة الطرق السريعة ونفط ليبيا نفط هذوما يمهم بسياراتهم، لكن ضواحي طرابلس ومخارج طرابلس يتم تزويدهم بسيارات الشبكة. طيب مدير مكتب فالحاصل ان داخل طرابلس الامدادات مستمره يعني بشكل او باخر، لكن خارج طرابلس هي اللي صايره المشاكل هذه، طبعا هي نقص الوقود وغلق المحطات. طيب مدير مكتب الاعلام لشركه بريغا لتسويق النفط احمد المسلاتي، اشكرك شكرا جزيلا. شرعت حامله الغاز اكسبلورر الراسيه على منصه الرصيف النفطي بنغازي السبت في تفريغ حمولتها من الغاز المسال بخزانات شركة البريغا لتسويق النفط في مستودع راس المنقار. وتفتح الحاملة إكسبلور المجال لناقلة البنزين التي تنتظر خارج الميناء فور انتهائها من تفريغ حمولتها بالخزانات، الذي تتوقع الشركة أن يكون قبل منتصف الليل بقليل. وكانت حاملة الغاز إكسبلور قد رست مساء الجمعة على منصة الرصيف النفطي بميناء بنغازي. نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برنامجا حواريا في العاصمة طرابلس جمع عشرات المهتمين بالمصالحة الوطنية. ويأتي هذا البرنامج من أجل التحضير لإنشاء شبكة للوسطاء المحليين في إطار مشروع نحو مصالحة وطنية في ليبيا الذي تتبناه البعثة الأممية. أكثر من 60 وسيطا بين نشطاء وشيوخ وأعيان اتفقوا على تأسيس شبكة وطنية لتعزيز تبادل المعلومات ودعم جهود المصالحة في البلاد. الوسطاء الذين جمعتهم بعثة الأمم المتحدة يطمحون إلى تكوين هيئة وطنية موحدة ومستقلة ترصد جميع الجهود الرامية إلى المصالحة على المستوى المحلي وتوفر لها الدعم اللازم. خلال 3 أيام من الحوار في ورشة العمل، وجه المشاركون دعوات إلى السلطات من أجل اعتماد خارطة طريق للمصالحة الوطنية يتوافق عليها كل المنخرطين في جهود المصالحة لمراكمة نتائج المصالحة والبناء عليها. المشاركون في الورشة اعتبروا التدخلات الخارجية وتسييس بعض الجهات الفاعلة في المصالحة وعدم وجود مؤسسة موحدة للمصالحة في ليبيا وعدم التنسيق بين الجهات الفاعلة في المصالحة من أبرز المعوقات التي تعرقل عملهم. كما انتقدوا أيضا ضعف مشاركة الشباب والمرأة في جهود الوساطة وعدم وجود ترتيبات لجبر الضرر، فضلا عن الافتقار إلى الدعم الحكومي، معتبرين أنها تحول دون تنفيذ الاتفاقات التي تتوصل إليها اللجان المحلية للمصالحة في مختلف المناطق. ويرى مراقبون أن الجهود المبعثرة قد تسفر عن نزع فتيل أزمة هنا وأخرى هناك، غير أنها لا تبني مشروعا وطنيا للمصالحة الوطنية يعيد اللحمة ويؤسس للبناء ما لم تتبلور في مشروع موحد. إذن مشاهدينا، هذه النشرة متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل.
تعليم الوفاق توقع اتفاقية تأمين صحي للعاملين في قطاعها. سيأتي إبراهيم بوجهه الوضاء، هذا الرجل الذي غير مجرى التاريخ وجاهد الباطل في عقر داره وهزم النمرود وجنوده وجادل في الله حتى انتصر له. خليل الله يأتيكم في الأوقات التالية. مطار ميتيغا يستأنف عمله بعد 5 أيام من توقفه جراء الاشتباكات. شركة البريغا تؤكد توفر الوقود وتعزو الازدحام على المحطات إلى توقف شركات النقل. شيوخ وأعيان يتفقون على إنشاء شبكة لدعم المصالحة الوطنية بإشراف بعثة الأمم المتحدة. أهلا بكم من جديد. بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع عضوي المجلس الرئاسي علي القطراني وفتح المجبري اليوم السبت في باريس، بحثوا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. واتفق المجتمعون على أهمية حل الأزمة الراهنة عبر الانتخابات باعتبارها الطريق الوحيد لإعادة الاستقرار إلى ليبيا. هذا وشدد المجتمعون على ضرورة تعديل الاتفاق السياسي وتضمينه في الإعلان الدستوري، فضلا عن إحداث تغيرات في حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي من أجل نيل الثقة من مجلس النواب. وقعت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني مع صندوق التأمين الصحي العام اتفاقية التأمين الصحي للعاملين بقطاع التعليم في خطوة جاءت عقب عدة اعتصامات نفذها المعلمون للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية. تطوير منظومة التعليم والارتقاء بها مع نصرها وهو المعلم. بهذه الكلمات دشنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني برنامج التأمين الصحي للمعلمين في خطوة هي الأولى من نوعها في مسيرة التعليم بليبيا. رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أكد أهمية دور المعلم الذي يعتبر محور الارتكاز في العملية التربوية التعليمية، قائلا إن حكومة الوفاق حريصة على تحسين أوضاع المعلمين المعيشية والاجتماعية. لابد من العمل على رفع كفاءة المعلمين في مختلف المراحل وتطوير أدائهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية. وفي هذا الإطار نلتقي اليوم لنعلن على انطلاقة جديدة بوضع برنامج التأمين الصحي للمعلمين. أعلان برنامج التأمين الصحي لقطاع التعليم يأتي بعد اعتصامات عدة نفذتها نقابات التعليم في عدد من المناطق للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين، كان آخرها في بداية العام الدراسي الحالي، وهو ما دفع وزارة التعليم في أكتوبر الماضي إلى تعديل قيمة الحصص الدراسية ومكافآت مديري المدارس ورياض الأطفال، فضلا عن معالجة ملف معلمي العقود. التأمين الصحي العام هي فكرة حضارية جدا، هي تهدف إلى أن يصير فيه تغيير من الاعتماد على الدولة في تقديم الخدمات إلى شراء الخدمات الطبية، والصندوق هو من سيقوم بتنفيذ هذا البرنامج.
توفير التأمين الصحي للمعلمين خطوة وصفها مهتمون بالشأن التعليمي إيجابية، ستصب في صالح تحسين جودة العملية التعليمية، وستنأى بها عن التجاذبات والاعتصامات، وسط آمال من قبل المعلمين في تحقيق باقي المطالب المتمثلة في تنفيذ قرار رفع رواتبهم. أثار تصويت البرلمان الإيطالي على قرار زيادة عدد أفراد البعثات العسكرية في الخارج في عدة دول من بينها ليبيا، أثار ردود فعل لدى عدة جهات ليبية رفضت في معظمها ما وصفته بانتهاك السيادة الليبية. وفي أول رد فعل لها عقب موجة الانتقادات الأخيرة، أكدت السفارة الإيطالية في ليبيا استمرار التعاون بين البلدين على أساس احترام السيادة الليبية. موجة جديدة من ردود الفعل طفت على السطح، وهذه المرة عقب تصويت البرلمان الإيطالي على زيادة عدد أفراد البعثات العسكرية الإيطالية في عدة دول من بينها ليبيا. البداية كانت مع وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، التي أكد مدير مكتب الإعلام فيها أحمد الأربد تسليم مذكرة توضيح عاجلة للسفارة الإيطالية في ليبيا عقب ما وصفه بالتحفظ والاعتراض من قبل الرأي العام الليبي على هذا القرار. أما مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني طارق شنبور، فقد أكد خلال اجتماعه مع مندوب وزارة الدفاع بالسفارة الإيطالية بطرابلس على رفض وجود أي قوة عسكرية على الأرض، مؤكدا استمرار عمل اللجنة وفق التشريعات والقوانين والمعاهدات الدولية مع عدم السماح بالمساس بالسيادة الليبية. وفي سياق ردود الفعل، أدان تحالف القوى الوطنية ما وصفه بانتهاك السيادة الليبية من قبل إيطاليا، مطالبا في الوقت ذاته البعثة الأممية بتوضيح موقفها من هذا التطور. بدورها أكدت السفارة الإيطالية في ليبيا على استمرار التعاون الليبي الإيطالي على أساس احترام السيادة الليبية، مجددة التزام إيطاليا بتوفير المساعدة الفنية اللازمة لليبيا، وذلك عقب ما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة التي تعمم في وسائل الإعلام حول تصويت البرلمان الإيطالي يوم الأربعاء الماضي. تمكنت قوات خفر السواحل الليبي من إنقاذ قرابة 1000 مهاجر غير نظامي خلال أسبوع واحد قرب سواحل المنطقة الغربية، فيما تمكنت البحرية الإيطالية من إنقاذ نحو 1400 مهاجر خلال الفترة ذاتها. ورغم إعلان الداخلية الإيطالية انخفاض أعداد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط، إلا أن عمليات الإنقاذ المستمرة تبين تزايد أعداد المهاجرين القاصدين أوروبا عبر البحر. قرابة 1000 مهاجر غير نظامي هو إجمالي الذين تم إنقاذهم خلال 3 أيام من قبل خفر السواحل الليبي بعد أن تقطعت بهم السبل في عرض البحر. تلقي بلاغ بوجود قارب هجرة غير شرعية فوق مدينة الزاوية تحديدا على مسافة 20 ميل، وكان عدد المهاجرين في حوالي 100 إلى 120 مهاجر، ومع مرور الوقت بعد 3 ساعات تم تلقي بلاغ آخر بوجود قارب هجرة فوق مدينة زوارة وتحديدا قرابة 25 ميل، وكان على متنها هي حوالي 120 إلى 130، وكان الإجمالي عدد المهاجرين 240 مهاجر غير شرعي. في نفس هذا الوقت قال خفر السواحل الإيطالي إن حوالي 1400 مهاجر تم انتشالهم من قوارب مكتظة قبالة سواحل ليبيا يوم الثلاثاء الماضي عبر 11 عملية إنقاذ شاركت فيها سفن تابعة لخفر السواحل والشرطة الإيطالية وعملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سفن أخرى تديرها منظمات غير حكومية. تزايد أرقام المهاجرين هذه الأيام يأتي بعد تصريحات الداخلية الإيطالية الأسبوع الماضي حول انخفاض أعداد المهاجرين. مئات المهاجرين انتهى بهم المطاف هنا في قاعدة طرابلس البحرية، بينهم نساء وأطفال أنهكهم البرد بعد إنقاذهم من موت محقق كانوا سيواجهونه بسبب انخفاض درجات الحرارة هذه الأيام. انخفاض لا يبدو أنه سيحول دون تفكير هؤلاء المهاجرين في خوض مغامرة الهجرة المحفوفة بالمخاطر من جديد عبر البحر المتوسط الذي يبتلع جثث مئات المهاجرين سنويا بعد أن أرغمتهم الصراعات المسلحة والمجاعة في بلدانهم على الهجرة.
رغم اختلاف جنسيات هؤلاء المهاجرين، إلا أنهم يتفقون جميعهم حول هدف عبور المتوسط الذي يظل حلما يراودهم رغم كل الصعاب. هذا ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين المقبل مع الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، يبحثون أوضاع المهاجرين غير النظاميين في ليبيا. وقالت الخارجية الفرنسية عبر موقعها الرسمي أن الوزراء سيناقشون آلية تحسين حالة المهاجرين وإمكانية اتخاذ إجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك فرض عقوبات تستهدف المهربين والمتاجرين، إضافة إلى العمل على تشجيع إعادة توطين الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية في دول أخرى. في سياق ذي صلة، تستضيف الجزائر الأحد اجتماع وزراء خارجية دول البحر الأبيض المتوسط 5+5 للتباحث حول مختلف القضايا التي تهم الضفتين. ووفق الخارجية الفرنسية فإن الاجتماع سيناقش قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ملف الهجرة في بلدان المجموعة، مشيرة إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا تعزيز التعاون الأمني من أجل التصدي للأزمات الإقليمية ولا سيما في ليبيا ومنطقة الساحل. هذا وتضم مجموعة 5+5 كلا من ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس في الضفة الجنوبية، وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال في الضفة الشمالية. أعلنت بلدية جالو السبت عن تشكيل غرفة أمنية موحدة للأجهزة المختصة تعمل على حصر وضبط العمالة الوافدة والمتسللين الذين دخلوا بطرق غير قانونية إلى ليبيا. وقال الضابط بالحرس البلدي عثمان مطرود الوكالة الليبية للأنباء السبت، قال إن تشكيل الغرفة جاء نتيجة لشكاوى الموظفين والمواطنين وزيادة تجاوز الوافدين لمعايير الإقامة ومزاولتهم لأنشطة مشبوهة، بالإضافة إلى عدم التزامهم بإجراءات السفر والوثائق الرسمية ما تطلب ترحيل بعضهم. أعلنت قوات البنيان المرصوص الجمعة قيام قوات تأمين سرت بدوريات لملاحقة عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة جنوب المدينة. وقال المركز الإعلامي لقوات البنيان عبر صفحته على فيسبوك إن الهدف من الدوريات هو تأمين وتنشيط الأودية جنوب مدينة سرت. وكانت قوة تأمين وحماية سرت قد أعلنت الأسبوع الماضي القبض على مصري اعترف بتهريب مصريين إلى الجنوب كانوا في صفوف ما يعرف بتنظيم الدولة. أكد الناطق باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم ضبط جرافة صيد تونسية تقوم بأعمال الصيد غير القانوني داخل المياه الإقليمية الليبية. وقال قاسم لقناة ليبيا الأحرار السبت إن حرس السواحل التونسي حاول التدخل بعد القبض على جرافة الصيد، إلا أن البحرية الليبية تمكنت من تعطيل محرك الجرافة وضبط طاقمها المكون من 5 أشخاص وإحالتهم إلى قاعدة طرابلس البحرية. هذا ودعا قاسم وزارتي الخارجية والدفاع بحكومة الوفاق إلى دعم قوات حرس السواحل لحماية مقدرات الشعب الليبي البحرية من السرقة، فضلا عن مخاطبة الحكومة التونسية بسرعة التدخل وإلزام الزوارق التونسية بعدم الإبحار داخل المياه الليبية وفق قوله. أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين استمرار نزوح قرابة 181,000 ليبي داخل البلاد. وأعلنت المفوضية في تقرير لها نشر الجمعة عودة أكثر من 334,000 إلى مناطقهم خلال عام 2017. قرابة 181,000 نازح داخلي في ليبيا وأكثر من 334,000 نازح آخر عادوا إلى مناطقهم في 2017. إحصائيات نشرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في آخر تقرير لها. وأمام هذه الأرقام أكدت مفوضية شؤون اللاجئين أنها تقوم بتوسيع قدراتها وشراكاتها مع المنظمات المحلية والدولية في ليبيا للاستجابة للاحتياجات الضرورية للنازحين
وتوفير الحماية للفئات الأكثر ضعفاً خاصة النساء والأطفال. المفوضية أشارت في تقريرها إلى أن هناك أكثر من 45 ألف لاجئ وطالب لجوء في ليبيا مسجلين لديها، وقد يكون عددهم أكبر من ذلك بكثير، مشيرة إلى إطلاق سراح أكثر من 1400 آخرين من مراكز الإيواء. وفيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، قالت مفوضية شؤون اللاجئين إن حرس السواحل الليبي أنقذ 1431 مهاجراً منذ بداية يناير الجاري، من بينهم 280 امرأة و143 طفلاً. وبالنظر إلى الأحداث الأخيرة في محيط مطار عتيقة الدولي، أشارت المفوضية إلى تأجيل عمليات الإجلاء الإنسانية المزمع إجراؤها هذا الأسبوع، وقالت إنها ستستأنف أعمالها عند استقرار الأوضاع الأمنية في طرابلس وإعادة فتح المطار. وفي هذا السياق أوضحت المنظمة الأممية أنها جهزت أكثر من 700 مهاجر لترحيلهم في إطار العودة الطوعية، وقالت إنها طالبت المجتمع الدولي بتوفير أماكن لإعادة توطين المهاجرين وتوفير بدائل آمنة لحماية اللاجئين. لجأ أهالي درنا خلال الفترة الماضية إلى حفر الآبار في شوارع مدينتهم سعيا منهم لتعويض النقص في إمدادات المياه، الأمر الذي دفع بعض المختصين إلى التحذير من آثار هذه الظاهرة على الصحة العامة والبيئة في المدينة. المزيد من المعلومات في سياق التقرير التالي. آلات تضرب في الأرض، مشهد بات مألوفا في شوارع درنا بعد أن لجأ بعض الأهالي خلال الفترة الماضية إلى حفر الآبار لتعويض النقص في إمدادات المياه إلى المدينة. نقص الوقود بالمحطة أصبح يهدد الإمدادات المائية للمدينة، لأن في أي لحظة يمكن توقف المحطة، ولإعادة تشغيلها يحتاج إلى كمية كبيرة من الوقود، ومخزون الوقود لدى المحطة نفذ بالكامل. ورغم نجاعة هذه الطريقة في توفير المياه بكميات كبيرة وبشكل مستمر، إلا أن متخصصين في علوم البيئة والجيولوجيا أطلقوا مؤخرا تحذيرا من مخاطر تلوث المياه الجوفية بمياه المجاري والصرف الصحي، مما قد يتسبب في نشر الأمراض بين سكان المدينة. خطورة استخدام المياه الجوفية في هذه المناطق ليش؟ لأننا نحن وصلنا في خلال المدة الأخيرة من مياه المجاري والصرف الصحي التي تلقى بشكل عشوائي في المحيط البيئي للأسف، في ظل غياب المحطات ووحدات معالجة مياه المجاري والتنقية مش موجودة على الأطلاق. وعلى الرغم من هذه التحذيرات، إلا أن أهالي درنا يرون في حفر الآبار الطريقة المثلى لحل أزمة نقص المياه، خاصة بعد إعلان حالة العجز في محطة مياه المدينة نتيجة نفاذ مخزون الوقود المشغل لوحداتها الإنتاجية. أما الآن مشاهدينا الكرام، فننتقل وإياكم إلى الفقرة الاقتصادية مع الزميلة زينب تربح. زينب أهلا بك، كيف كان نشاط السوق الموازي اليوم؟ اليوم كما تعرف اليوم يوم السبت، هو يوم عطلة في ليبيا، ولكن كان هناك تداولات خفيفة في سوق الموازية كانت كفيلة بانخفاض السعر. سنتطرق إلى تفاصيل بعد قليل. محمد أهلا بكم أعزائي المشاهدين. البداية من السوق الموازي، حيث أنهى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار تداولات السبت على انخفاض إلى ما دون حاجز 7 دنانير، مسجلا مستوى 6.920 دنانير بعد أن استهل تداولاته اليوم بهبوط إلى 7.100 دنانير. ويأتي هذا الانخفاض بعد أن أنهى الدولار تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا إلى 7.350 دنانير عقب تسجيله خلال الأسبوع سلسلة هبوط سريعة وصل فيها إلى ما دون مستوى 6 دنانير. في ذات السياق، استطلعت قناة ليبيا الأحرار آراء عدد من المواطنين في مدينة درنا حول انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية وأمال المواطنين في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة. نتمنى أن كل يوم يكون ينزل أكثر، لأن 5 سنوات اللي فاتت كان
خمس سنوات عشاف. ناس تقول ان هذا مغر إشاعة، وناس تقول ان فيه تجار هم اللي مسيطرين على الموضوع، ولا وحتى سألنا عليه الموضوع هذا قالوا لا فيه لا بيع لا اشترى بالنسبة لهم، يعني يقول احنا شارين بالغالي وما نقدرش نبيعه بالسعر اللي توها في النازل توها حديث. المواطن طبعا نفس الاسعار ما يتغيرش بالنسبة للمواطن، يعني نزال في يوم معين تمرقع ثاني يوم ما فيش اي تغيير في الاسعار، ولا يمأثر من غلاء الاسعار، ما فيش سيولة، حتى الاستفادة من الفيزا اللي تم استفادة الناس معينين شخصيات معينة معروفة في البلاد، استفادت من الشخص قاعد يبيع فيه نفس السعر البسيط مقابل انه يشتري مثلا حاجة بسيطة تم تفكيره فيها شيء معين، يعني اللي ينزل عشان ينقص شوي الاسعار بس غلاء الدنيا غلاء. كل ما تنزل دولار كل ما الاسعار تنزل في ظل أزمة السيولة اشكال حقيقي بصراحة. أعلنت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني تجهيز حوافظ المرتبات عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2017 لفائض الملكات الوظيفية، موضحة عبر منشور لمكتبها الإعلامي السبت أن حوافظ المرتبات حولت إلى وحدة الخزينة تمهيدا لمراجعتها وإعداد الصكوك وفق ما تتطلبه الإجراءات بالوحدة، مشيرة إلى المباشرة في تجهيز الصكوك منذ الخميس الماضي. ومن ناحية أخرى أكدت وزارة العمل على توزيع المرتبات موظفي ديوان الوزارة عن شهر ديسمبر من العام الماضي أنه سيبدأ هذا الأسبوع. بدأ مصرف الوحدة الفرع الرئيس بمدينة سرت بتوزيع السيولة النقدية المخصصة لزبائنه من خلال مندوبي المكونات الاجتماعية لقبائل سرت وإشراف لجنة التواصل الاجتماعي التابعة لمجلس سرت البلدي. وأوضح الناطق باسم مجلس سرت البلدي محمد لميل في تصريح لقناة ليبيا الأحرار السبت أن القيمة المالية التي تسلمها المصرف تبلغ مليوني دينار، فيما بلغ عدد الصكوك المالية 7420 صكا، قيمة كل صك 100 دينار. الآن مشاهدينا ننتقل لنستعرض معكم سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية. نفذت وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية ووحدة الدوريات والتحري بجهاز الحرس البلدي طرابلس نفذتا جولة ميدانية في بعض الأسواق والمحال التجارية في العاصمة، وذلك لمعاينة معايير الجودة في بعض السلع وتاريخ انتهاء صلاحيتها. المزيد بشأن العمل الذي تقوم به هذه الجهات مؤخرا في سياق التقرير التالي. من أجل التوعية ومتابعة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين جاءت الحملة التفتيشية لوحدة الرقابة على الأغذية والأدوية ووحدة الدوريات والتحري بجهاز الحرس البلدي طرابلس المركز، والتي اختارت منطقة أبو ستة لبيع المواد الغذائية واللحوم للقيام بجولتها. في حاجات طايحة صح فعلا، وفي حاجات ماشي أمورها 100%، في عمال يخدموا بشيء صحية وفي ناس ما عندهاش، احنا قمنا بالواجب اتجاههم، قمنا بمخالفات، قمنا بتسكير بعض السلخانات بعض المحلات مواد غذائية، قمنا بشكر أحد المحلات مواد غذائية سلخانات على النظافة على حسن الاستجواب معنا، والحمد لله وإحنا قاعدين قائمين لآخر ساعة. إقبال وترحيب من قبل تجار الجملة بهذه الحملة، رغم أن الأمر لم يخلو من السلبيات من ناحية المواد منتهية الصلاحية وعدم وضوح تاريخها وبياناتها وآلية تخزين البضائع وعرضها ونظافة الأرفف أمام إقبال المواطنين على الشراء. نشكر الجهاز البلدي على الحفاظ الأغذية، ونشكر الشباب على المجهود الذاتي اللي يعملوا فيه، وبإذن الله نقدموا أحسن حاجة للمواطن، وبإذن الله يأخذ الحاجة نظيفة ما تكون اللهانين بإذن الله يحا. وسط ازدحام المعروض من المواد في السوق الليبية وضعف الوازع الشخصي لدى البعض، هناك جهات تسعى بين فينة وأخرى إلى ضبط القوانين وتطبيق اللوائح من أجل أن تتوفر للمواطن حاجياته بمعايير جودة عالية لينعم بالصحة والسلامة. وسام الزواغي لقناة ليبيا لكل الأحرار طرابلس.
وإلى قطاع البنية التحتية، حيث اتفقت بلدية الكفرة وهيئة المواصلات بحكومة المؤقتة على تفعيل عقود صيانة وإنشاء للطرق بالمدينة. وأوضحت البلدية أنه جرى الاتفاق على سرعة إبرام عقود الصيانة لطريق النهر بطول 90 كيلومترا خلال أقل من شهر واحد، وتفعيل عقد صيانة الطريق الرئيسي المتوقف منذ فترة، إضافة إلى مناقشة صيانة مهبط مطار الكفرة والطريق الواصل بين جزيرتي السوسي والحامية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل البلدية محمد لزرق مع رئيس هيئة المواصلات بالحكومة المؤقتة ومدير إدارة شؤون الطرق والنقل البري لمناقشة سبل حل المشاكل التي تعاني منها البلدية في مجال الطرق. قبل الختام نلقي نظرة سريعة على أسعار النفط والمعادن الثمينة في السوق العالمية. إذن مشاهدينا، نهاية أخبار الاقتصاد، عودة لزملاء خديجة ومحمد لاستكمال النشرة. شكرا لكم. انطلقت في العاصمة التونسية حملة التوعية الانتخابية لحث الجالية الليبية على التسجيل بسجل الناخبين من خلال الموقع الإلكتروني للمفوضية. وقال رئيس قسم العمليات الخارجية بالمفوضية العليا للانتخابات عبد الغني دعبوب إن الحملة تتضمن توزيع مطويات توضح كيفية التسجيل عبر الموقع المذكور. هذا ومن المنتظر أن تعلن المفوضية في الأول من فبراير المقبل المعلومات الكافية والمتعلقة بأماكن ومراكز الاقتراع بالخارج ومستجدات عملية التسجيل بالداخل والخارج. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توفير الطاقة الشمسية لخمسة عشر مستشفى في ليبيا خلال العام الماضي. وقالت البعثة على صفحتها بفيسبوك إن برنامج الأمم المتحدة سيدعم المزيد من المنشآت العامة والحيوية خلال العام الجاري في حال توفر له التمويل اللازم، مشيرة إلى أهمية ضمان الاستقرار في كل ربوع ليبيا. أرسلت لجنة القوافل الطبية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق قافلة طبية إلى منطقة بير المرحان الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب مدينة الزنتان. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك إن القافلة استهدفت العديد من الحالات المرضية في المنطقة وأجرت كشوفات طبية في تخصصات الباطنة والقلب والجراحة والأطفال والسكر والغدد الصماء، بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية لمرضى العظام والعيون. هذا وأكدت الوزارة تنفيذ دورة تدريبية استهدفت العناصر الطبية في منطقة بير المرحان، تضمنت كيفية الاستخدام جهاز تخطيط القلب وجهاز مراقبة العلامات الحيوية. ناقش عميد بلدية الجريفة علي إبراهيم مع مدير إدارة فرع جوازات باري ناقش أسباب توقف العمل بمنظومة الجوازات بالمنطقة طيلة الأشهر الماضية. وقال مدير مكتب الجوازات فرع باري إن توقف العمل بالفرع بمنطقة غراغرا ناتج عن عدم وجود منظومة أمنية يمكن من خلالها تفعيل واستخراج جوازات السفر للمواطنين، إضافة إلى قلة الإمكانيات بالفرع. ويأتي الاجتماع بعد شكاوى متكررة من المواطنين من توقف الفرع عن استخراج جوازات السفر، الأمر الذي أدى إلى تعطل مصالحهم. أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني قرارا يقضي بإنشاء سبع كليات تقنية في عدة تخصصات مختلفة بمدن ومناطق الجنوب، ستكون تبعيتها للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني. وبحسب قرار المجلس الرئاسي سيكون مقر الكليات السبع ببلديات براك الشاطئ وأباري ووادي عتبة والغريفة وبنت بيا والشاطئ الغربي. إذن مشاهدينا ننتقل معكم الآن إلى أخبارنا الرياضية
الزميل بدر. أهلا بك بدر. أهلا خديجة. أهلا, أهلا بك بدر. يبدو أنه أخيرا تم سحب قرعة القرعة أو الرابعة والستين دور الرابعة. نعم. والستين بكل تأكيد. اليوم قناة ليبيا الأحرار انفردت بنقل قرعة مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم. سنتعرف على المزيد من الأخبار الأخرى فيها أخبار الرياضة. أهلا بكما. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. سحبت اليوم قرعة الدور 64 من منافسات كأس ليبيا لكرة القدم لفرق المناطق الثلاثة التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم. وأسفرت القرعة عن مباريات قوية لفرق سهلة وسهلة لفرق أخرى، حيث قررت لجنة تنظيم المسابقات إجراء المباريات التي ستقام خلال يومي 30 و31 من الشهر الجاري في ملاعب محايدة. طبعا احنا الملاعب اللي معتمده من قبل الاتحاد الليبي وطبعا معروفه لدينا، عارفين كل الملاعب المعتمده، بالتالي حنحاول ان يعني حتكون ملعب محايد. يعني طبعا بالنسبه للمحايد من الصعب ان تقول محايد 100% في بعض مناطق بعيده حتعاني مشقات السفر لمسافات طويله لتلعب في ملعب محايد يعني، وبالتالي ان شاء الله نحاول نوفق بين الجميع، ولكن في النهايه ضروري ملعب محايد. احيانا ملعب محايد يبدا قريب من المنطقه، يعني احيانا ما مباراه بين فريق من مصراته وطرابلس في عده خيارات قريبه، لكن في بعض مناطق اخرى زي الجنوب وزي خيارات كلها ملاعب بعيده عنهم، ولكن هذا الملعب المحايد يعني. وفي الدوري الممتاز فاز فريق الاهلي بنغازي على فريق النجمه بهدف واحد دون مقابل ضمن مباريات الاسبوع الاول من مرحله الاياب للدوري الممتاز لفرق المجموعه الاولى. وسجل هدف المباراه الوحيده لاعب احمد كراوع في الدقيقه 86 من علامه الجزاء، يوصل الاهلي بنغازي صدارته لفرق المجموعه الاولى. قال المدرب التونسي السابق لفريق النصر طارق ثابت في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار إن أسباب تركه تدريب الفريق ترجع إلى عدة مشاكل، من بينها المشاكل المادية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي. أظن يمكن هذا هو التصريح من رواحت من نادي النصر. هي ما نظنش لا هي قال لا هي استقالة، معناتها كانت فما تفاهم بين زوز أطراف اللي فما مشاكل في الفريق، خاصة مشاكل مش في الفريق بركة، في المشاكل في ليبيا بصفة عامة، معناتها في المشاكل المادية اللي موجودة في النادي. الفريق شنو فيه؟ معناتها أنا كي مشينا معناتها الفريق يمكن فيه 30 بطاقة، لكن نقولوا احنا في الواقع فما كان اللي يصلحوا كان 12 بطاقة، وقفنا عليهم الكل وحضرنا رواحنا باش نحضروا للمرحلة الثانية. ولكن بعد ذلك ولات فما مشاكل كبيره يمكن في الاجره اللي ناخذها، معناتها مع الدولار طلع مع الجنيه طاح، ولات مشكله نتاع خلاص نتاعنا. بعد ان قضى موسما في الدوري الايطالي لكره القدم مع فريق بيسكارا وبعد هبوط الفريق للدرجه الثانيه، هو اللاعب الليبي احمد بن علي يعود الى دوري الاضواء من جديد. مراد خيل والتفاصيل. بعد أن قضى موسما في الكالشيو الإيطالي مع بيسكارا غيب هبوط الدولفين إلى السيريا بي النجم الليبي أحمد بن علي قبل أن يقرر فريق كروتوني إعادته إلى الأضواء مجددا لمدة 6 أشهر في رحلة جديدة يسعى خلالها الليبي إلى البقاء في دور الأضواء. سعيد جدا بوصولي إلى كروتوني، وطلبي منذ بداية الموسم هو اللعب في الكالشيو وأنا سعيد لذلك. هدفي التركيز على مساعدة زملائي للبقاء في الأضواء. المباريات الأربعة المقبلة مهمة لأنها ستكون طوق النجاة للهروب من فرق المؤخرة. مسؤولو كروتوني والمدرب زينجا وضعوا بن علي ضمن أولوياتهم علّه يساعدهم في الهروب من شبح الهبوط بعد رحلة مفاوضات صعبة مع بيسكارا الذي تنازل عنه بصعوبة. أحمد كان من أولويات المدرب زينجا الذي طلب ضمه. نحن نعاني من ضعف الهجوم وأحمد يجيد صناعة الأهداف إضافة إلى كونه مراوغا جيدا. المفاوضات كانت صعبة مع بيسكارا لأنهم أرادوا بقاءه، لكننا توصلنا إلى حل بالتعاقد مع أحمد على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء إذا بقينا في السيريا إيه.
رحلة بن علي مع كروتوني بدأت مسجلاً اسمه كأبرز محترفين في أكبر الدوريات التي تحظى بمتابعة الجمهور الليبي في انتظار ما سيقدمه الفيلسوف الليبي إلى فلاسفة الجنوب الإيطالي. يواصل نادي السواحلي العمل بشكل يومي من أجل الانتهاء من أعمال صالة النادي التي مضى على بداية إنشائها قرابة 10 سنوات. عبد الباسط عمار والتفاصيل. صالة نادي السواحلي للألعاب الرياضية التي مضى على بداية إنشائها قرابة 10 سنوات استؤنف العمل فيها مجددا بمجهود ذاتي من إدارة نادي السواحلي، وذلك لتكون قبلة فرق النادي لإقامة التدريبات اليومية لمختلف الألعاب. الصالة التي بدأ العمل فيها قبل عقد من الزمن وصلت نسبة الإنجاز فيها لمراحل متقدمة، وهي تحوي العديد من المرافق الجانبية. المرافق اللي في الصالة حجرتين للفريقين بحماماتها ومرافقها المتامة، حجرة حكام، حجرة حديد للحماة. الدور الثاني طبعا توجد فيه صالة للألعاب الفردية مثل الكاراتي أو الزنباز، توجد به مقهى عالي الطراز، توجد به إدارة، توجد به مرافق صحية. صالة الألعاب الرياضية ستقدم حلولاً كبيرة ليس لفرق النادي فحسب، بل لمعظم الفرق والمنتخبات الوطنية، فهي صرح رياضي سيبصر النور في قادم الأيام لتضاف لبقية الصالات والمنشآت الرياضية. أعلمنا من سيد رئيس الاتحاد الليبي لكرة الطائرة أن تقريبا ليبيا ومصراتها بدأت حتستضيف بطولة أفريقيا تحت 19 سنة. كلمنا على أساس أن إن شاء الله تكون صارة جاهزة. إحنا وعدناها أن تكون في شهر 4 تكون تستقبل هذا الحدث الكبير لأفريقيا على مستوى أفريقيا في مصراتها. بالإضافة للعبة الكرة الطائرة فهي مجهزة لكرة اليد والسلة، خطوة للأمام اتخذها نادي السواحلي على أمل أن تسير على خطاه باقي الأندية الليبية. عبد الباسط عمار لقناة ليبيا الأحرار مصراتة. في الأخبار العالمية، كشفت تقارير صحفية عن أن عددا من نجوم ريال مدريد يضغطون بقوة على رئيس النادي فلورنتينو بيريز من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار. كتبت صحيفة موندو ديبورتيفو أن هناك 3 أسماء في ريال مدريد يريدون قدوم نيمار، على رأسهم قائد الفريق سيرجيو راموس والذي سبق أن أبدأ إعجابه بالبرازيلي. لعب راموس دورا مهما في إقناع بيريز بضرورة التعاقد مع نيمار سابقا، لكن بيريز كان مترددا لينتقل نيمار إلى صفوف برشلونة عام 2013. تصدر فريق بورتو الترتيب العام للدوري البرتغالي لكرة القدم بعد فوز على فريق تونديلا بهدف واحد دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء أمس. في الدقيقة 13 سجل فريق بورتو هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب موسى ماريغا الذي اغتنم خطأ هيلدر تافاريز وأسكن الكرة في مرمى الفريق الضيف. سجل بعدها جزائري ياسين إبراهيم الهدف الثاني لبورتو، لكنه بعد استخدام تقنية الفيديو تم إلغاؤه، وبهذا يتصدر بورتو الترتيب العام برصيد 48 نقطة بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني فريق سبورتينغ لشبونة. ختام الرياضة مشاهدينا الكرام، أشكركم على كرم المتابعة وأعود بكم للثنائي خديجة ومحمد وبقية الأخبار. شكرا لك بدر. بدأت بمدينة الخمس أمس الجمعة حملة تشجير بمنطقة رأس الحمام تستهدف زراعة أكثر من 3000 شجرة. وأوضح المجلس البلدي الخمس على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الحملة انطلقت بالتعاون بين المجلس البلدي الخمس وجمعية نوارس ليبيا وأصدقاء الشجرة ومتنزه المرح العائلي ووزارة الزراعة بحكومة الوفاق الوطني. تعكس الاهتمامات الثقافية بجميع ألوانها المعرفية وأشكالها في الفضاء العام صورة المجتمعات تقدما أو تأخرا، ورغم مشاغل الحياة إلا أن المحاولات مستمرة للاهتمام بنشر الثقافة والمعرفة وتهيئة الظروف لها. عدسة الأحرار زارت دار النويجي للثقافة بالعاصمة طرابلس ووقفت على آخر النشاطات الثقافية فيها. الانغماس في دوامة الحياة وممارسة الأعمال في جو من الروتين اليومي والاكتفاء بمتابعة الأحداث افتراضيا على مواقع التواصل الاجتماعي عوامل أبعدت الكثيرين عن الاهتمام بعادة القراءة والمطالعة.
إلا أن وجود براحات عامة للقراءة يبعث الأمل في عودة الحياة الثقافية في البلاد. هنا بيت واجي للثقافة، أقدم صرح مكتبي مليء بعشرات الآلاف من الكتب والدوريات في شتى فروع العلم والمعرفة، والذي فتح أبوابه للجميع وصار مقصدا لكل باحث ومطلع. المكتبة بدت تاخذ في صيت وتاخذ في سمعة، والناس تتعرف عليها، وبدت حتى الناس تخش للمدينة القديمة وتتعرف على المدينة القديمة، على زقها، على مبانيها، على مواقعها، على شوارعها، على أسواقها، على يعني صارت الناس عندها فكرة على المدينة القديمة. وبالإضافة إنهم استفادوا من المكتبة. المكتبة قدمت خدماتها للعديد من الطلبة، من سواء رواد أو أساتذة. يقع هذا الصرح الثقافي بمنطقة باب بحر في شارع الأكواش بالمدينة القديمة، واستعمل كمقر للقنصلية الإنجليزية منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ويشهد يوميا توافد العديد من الباحثين وهواة القراءة، كما تقام في جنباته أمسيات شعرية وثقافية في جو محفوف بعبق التاريخ. بالنسبة للفضاء هذا في حد ذاته مكتبة بيتن واجي تعتبر من أفضل المكتبات في طرابلس، لكن العد اللي عند اللحظة هذه مش عارفين قيمة المكتبة هذه، تعتبر لها قيمة كبيرة بصراحة. مثل هذه الفضاءات الثقافية تعطي دلالة أن وسط الثقافة والعلم لا زال بخير، وهي مؤشر فاعل يقاس به تقدم وتحضر المجتمعات لتكون الثقافة والمعرفة أسلوب حياة. لقناة ليبيا لكل الأحرار، عبد الرحيم عطية، طرابلس. إذن مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مطار معيتيغا يستأنف عمله بعد 5 أيام من توقفه جراء الاشتباكات. شركة البريغا تؤكد توفر الوقود وتعزو الازدحام على المحطات إلى توقف شركات النقل. شيوخ وأعيان يتفقون على إنشاء شبكة لدعم المصالحة الوطنية بإشراف بعثة الأمم المتحدة. ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت ليبيا الأحرار دوت تي في وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا على حسن المتابعة مشاهدينا، وإلى اللقاء.